ولد النبي عليه الصلاة والسلام يتيما مات أبوه قبل أن يولد. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan futun nadiran dia ikut sekutun ni bapa ni. Kami kambut zanis. Fakana fi kafarat jaddi Abdul Muttalib. Kan dada bini Abdul Muttalib umi desa az. Thumma mat al jadd. Kali kan mat koi dada bini. Fakana fi kafarat ammi Abu Talib. Dia tonton umi desa az Abu Talib. Thumma mat Abu Talib. وماتت خديجة رضي الله عنها في عام واحد. أري بكم زني مات كم تونا تونا ريكون زنا فديسني أبو طالب زني رأى بابني سي إبادني خديجة رضي الله عنها. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سلو زنا كريهة زنا كمامنا محمد صلى الله عليه وسلم دي ما تياب كم فاطمة. إلا فاطمة رضي الله عنها. ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أفسي فاطمة زني زنا كفاطمة من محمد صلى الله عليه وسلم يريدان هو بلنينا تورينا نبتي سنتمنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي جني إن بلن. كذبه قومه. رسول صلى الله عليه وسلم ديا يكمي عزير فهوبه. وأذوه. عرنا بزني نزلوا. وحاربوه. عرنا ديف نزلوا. وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عرنا ملكو فنون نزلوا من محمد صلى الله عليه وسلم. أذاه للطائف. نبزالا زيروا أول زنبيت كرطاء وطائف. لقي الأذى من المنافقين من اليهود. عرنا نحاشي زنينة كويزة من دون روا بيتارا جلسية سيرو زي تشتين. وضع اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السم في طعامه. اليوم جوز ديانا ميتك بيزنا طوانات النساء أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم ننفى نزلوا وتراسا كمنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاءات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم معروف في سفانا إذا ما بيسنا نضغط كمنا محمد صلى الله عليه وسلم هل يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم موافزا ميتك فني يتوب الله سبحانه وتعالى ديسميتي آز لا سنتيكا حتى نتعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء دار عمل ليست دار جزاء. ستين مارين الله سبحانه وتعالى ديها بيعمل جزيكا بوكا محمد صلى الله عليه وسلم فإيدي تان زينا سيكتين دي تويرنا في سابانا فسوي تويرنا زيادو حسامك هذه ليست جنة إيدي دنيا ليست سيكتين دي تسرابارا دي ستوي هذه دنيا إيدي ديا دنيا تان لابد نفهم أننا في الدنيا لسنا في الجنة. زانيت تيجي زانت تكون هاتشابا تكون ما تيجي في تيجي يوم بنتان يدو بتراع باراديسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه الأذى في هذه الدنيا وأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن يلحق. زانيت ربو جزان أمنا محمد صلى الله عليه وسلم تاني سيكون بنتان ديا نماز وتن في زبانا ما بيسا جمارو زان Kali ini hazan dia disampaikan apa dia ni pamanani dia tak bicara macam ini handalon dan disampaikan hazan koyel. Khasa man yashtagil fi da'wa. Ijina iruze miasa am fakartanan dan fungi islam hazan. Nah.